أنا ليا كلمة لأهالي حلوان وعموم الشعب المصري. أنا كنت واحد من ضمن الشعب اللي هو واقف ضد الناس بتاع ربعة. دلوقتي الوضع ما هوش هو اللي احنا كنا منتظرينه. الموضوع يا اخوانا مش موضوع ربعة ولا موضوع مرسي ولا موضوع السيسي. الموضوع أكبر من كده بكتير. إن البلد دلوقتي بتتقسم تقسيمات أكبر من اللي انتوا شايفينها. النهاردة الشباب ضايع والبلد ضايع. الموضوع مش موضوع مرسي. الموضوع النهاردة ان حزب الوطني رجع تاني. لفوا كده حوالين البلد هتلاقي جروح حزب الوطني معلق اليافطات. معلق اليافطات للانتخابات الجاية. بيشجع بيقولك انزل للدستور. هم كانوا فين اساسا؟ الحزب اللي قعد 30 سنة متربع على البلد دي وخاربها. الموضوع النهارده موضوع مصر خلاص انتهى. النهارده احنا عايزين نصحى والشعب يصحى.